الموقوفين 1680 121 دون 18 سنة. من نهار 14 جان في 2021 تجاوز عدد الإيقافات أكثر من 2000. الرقم هذا حتى في نظام بن علي ما تجرأش عليه. الموقوفين يتراوح سنهم من 14 ل 30 عام، وأغلب التهم كانت أحداث شغب، والأضرار بالملك الخاص والعام. مشينا وزرنا عينا من أولياء الموقوفين، واللي هي مدام لميا أم رائد اللي توقف في تدريباته مع فريق النصر الرياضي بالماتلين، وهذا اش قالت. شد في الاحتجاجات نتاع 14 جانفي. والله ولدي نهارتها هو خالته مريضة وكل شيء قاعدة في دارنا، أنا طيبت العشاء، قلت له ولدي برا هز الولاد خالتك العشاء، هز لهم العشاء. بعد أنا نسمع في هاو يعني حاجات هكاش فما ما فماش، كلمت رجل خالته قلت له رائد غاديكا، قال لي هاني هاو بحذايا لهنا. قلت له بربي ما تخليش يخرج مع حكاية الستة ونص هكاكا. كلمتني بنت أختي قالت لي خالتي راه ولدك جاي هاك الحاكم راه وهزو هكا هاو. نولي هكاكا قيت تاكسي وليت هبط نلقى ولدي في المنطقة، ما حبوش دخلوني ساعة من الأول. بعد وليت دخلت نلقى ولدي ضاربين، وزاد راهو نلقى ولدي وجهه مدقدق بالضرب وما هو عامل حتى شيء، يعني لا نشي معاهم لا حرق ولا عمل كما قالوا كل شيء. واعطيوني كيف فما حاجة تثبت اللي ولدي وريوهيلي. أنا نحب نقول راهو الشباب باش تضيعوه هكاكا، وأنا ولدي راهو صغير مازال كعمل العشرين، ولدي ما عندي حد، أنا هو اللي يخدم عليا أنا وزوزخ إخواته، ومرأة أنا وحدي وكارية لا حتى حد، ما عنديش معين حاجة يعني باش تدخلي راس مال باش نوكل ولادي. أنا مريضة بظهري ما نجمش نخدم، كنت نخدم عليهم تويكا أنا ظهري سقاط، أنا حتى طالبين عليا عملية واحد ما عنديش باش نعملها. أنا الطفل يمشي للبحر في الليل باش يجيب لاخواته القوطن باش ياكلوا، تهزون عليه الطفل علاش؟ شكون عندي انا غير هيكم؟ انا مني ام مني بو، ولدي باش تحطموا له حياته كي جدتو هكاك؟ هذاك اش باش نقول؟ وهذا عم كامل اللي كانت حلمته هو ولده محمد انه يكون ولده رابور مشهور ويعاونهم ويحسن لهم في وضعيتهم. نهار 14 جانفي جيتوا مع الستة العشية، يا أخي واحد عنده ولده مشدود قال لي مالكش راه ولدك شدوه. قلت ولدي شعامل هو، ولدي البارح في الليل قلت خليته في الحانوت ما في باليش بي. انت هكا هو حطمته حطيته في الحبس، هاي حلت مشكلة، هاي تنيته توك حطيته في الحبس، مش مشكلة حطوه في الحبس، اسكن حطوه في الحبس مش مشكلة، المهم انتم ترضاو بركة. وإذا كنت إلا أنت حطيتهم في الحبس العبيد مش باش تسكت، راهي ماهيش باش تسكت، وخاطرش الظلم بالنسبة لي أنا ظلم، ظلمتوها العبيد، احتجوا من حقهم احتجوا. هما كان شد واحد من المسؤولين نتاعهم راهو تو تسويت راهو خرج، أما احنا خاطرش الزواولة مش قادرين مش قادرين، يعني فينا اللي يحبوهم. وزاد ميساج الله يلاهم هما زاد خموا في الشباب راكم بلاد باش تحرقوها، إذا كان متخموش في ولادنا راه حرام عليكم، وحسبي الله ونعم الوكيل فيكم. ماما ماما وقيد هجة قيد الوقت قيد في فلوكة الخارجة غربة وقت المفتاح نمشي ما نرجع وفي الأمان.